طبعا نهني كل الشعب الليبي بهالانتصار السياسي الكبير لثورة 17 من فبراير ولثورة ليبيا وللثوار. إخواني البقاء والدوام لله في مجلس النواب اللي خان البلد واللي طالب بدخول قوات داخل أراضينا. البقاء والدوام لله لكل من خان ثورة 17 من فبراير وأراد الانقلاب عليها وحب أن يرجعنا لحكم مستبد وحكم عسكري من جديد. كلمتي الأخيرة اللي نقولها لكل الليبيين وديما نقول فيها: سكروا باب على الثورة والثوار، والله سبحانه وتعالى يفتح 100 باب علينا. والله سبحانه وتعالى اليوم فتح لنا باب وانتصار، انتصار لأن دائما الله سبحانه وتعالى في هالدنيا نزل حق ونزل باطل، والحق هو الذي ينتصر على الباطل، وهذا اللي صار اليوم، انتصار الحق على الباطل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.